محمد هنيدي نزل البوستر الرسمي لفيلمه الجديد مرق البريمو اللي هينزل يوم 2/8، بس الناس اتضايقت جدا من هنيدي ومن بوستر الفيلم من قبل ما ينزل الفيلم. ده كله بسبب مكان لطفي لبيب اللي مدهوله في البوستر. قالوا معقوله بعد الغيبه الطويله لطفي لبيب ومكانته الفنيه يحطوه في اخر البوستر وعلى الارض؟ فعلى طول محمد هنيدي نزل بوستر مخصوص فيه لطفي لبيب بس، وقال يا جماعه اكتبوا كل كومنتاتكم ليه وهو هيقراها كلها. طب والله انت راجل زي العسل، انا ممكن اخش الفيلم عشان خاطرك انت بس.